بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل دلوقتي على الابدومينال فيسرا بعد ما خلصنا الانتيريور ابدومينال وول وخلصنا البريتونيوم. واول جزء هناخده في الابدومينال فيسرا هي الاستومك. رؤوس الموضوعات اللي انا هتكلم عليها السايت والشيب والسيرفس اناتومي البوردرز والانز والسيرفسز الريليشنز البلاد سبلاي البروتينيال اتاتشمنت. تعالوا ناخدها واحده واحده. السايت والشيب اول نقطتين دايما يقابلوني في الكلام على اي اورجان. هنرسم الخريطه الابدومين بتاعتنا وهعمل اكون الابدومينال ارياز عن طريق الايميجينري لاينز اللي احنا عارفينها كانوا اتنين فيرتيكال واتنين هوريزونتال. قسموا لي الابدومينال ارياز زي ما احنا عارفين الى 9 ارياز. كان ترتيبهم رايت هايبوكوندريام ابيجاستريام ليفت هايبوكوندريام ثم رايت لمبر وامبلايكال وليفت لمبر ثم منطقه الرايت انجوينال والهايبوجاستريك والليفت ليفت انجوينال ريجونز. دي كانت التسع ارياز بتاع اين تقع الاستومك من هذه الارياز. انا هرسم الاستومك وتعالوا نشوف مع بعضنا توجد فين. من خلال وضع الاستومك على هذا الدياجرام اتضح ان الاستومك اتلايز ان 3 اوف ذا ابدومينال ارياز. تقع في الليفت هايبوكوندريال اريا والابيجاستريك اريا والامبليكال اريا. يبقى الاستومك بتشغل 3 ارياز. الشيب شكل الاستومك حاجه من اتنين، اما جي شيبد شكل حرف الجي او ستير هورن شكل قرن الكبش. وضع الاستومك ما هوش ثابت. يعني ايه؟ يعني الاستومك وضعها بيتغير مع تغير الكونديشن. يعني في حالات الفولنس اوف ذا ستومك ويز فود الاستومك بتتسع بيحصل لها دايلاتيشن بتكبر وتاخد مساحة اكبر من اللي هي موجودة فيها في التلاتة ريجونز اللي احنا ذكرناهم. او في حالات البوزيشن اوف ذا ترانك، يعني الواحد لو كان واقف اريكت او كان نايم لاينج داون في الريكامبنت بوزيشن وضع الاستومك بيرتفع او بينخفض. كذلك وضع الاستومك مع الريسبيريشن وهبوط وارتفاع الديافرام بيتغير وضع الاستومك. مع الاكسبيريشن الاستومك بتطلع فوق، مع الانسبيريشن بتنزل الاستومك اللي تحت. تعالوا نشوف البارتس والبوردرز والسيرفيسز اوف ذا ستومك. علشان نناقش هذه الثلاث نقط انا بعمل خطين ايميجينري، واحد فيرتيكال. الفيرتيكال لاين الاولاني ده ايميجينري لاين ماشي على امتداد الليسر كيرفيتشر اللي هو الرايت بوردر اوف ذا ستومك. هذا الايميجينري لاين بينزل يروح يقطع الانسيزيورا انجيولاريس اللي هي نهايه الليسر كيرفيتشر ويكمل تحت حتى الجريتر كيرفيتشر. الايميجينري لاين الثاني ده كان هوريزونتال، وهذا الهوريزونتال لاين بيمشي اكروس ذا كاردياك اورفيس اوف ذا استومك. ادي تو ايميجينري لاينز. التو ايميجينري لاينز دولت بيقسمهم الاستومك الى 3 مين بارتس. البارت الاولاني اسمه الفندس، البارت الثاني اسمه بودي، والبارت الثالث اسمه البايلورس. بالنسبه للفندس ده دوم شيبد بارت اوف ذا استومك يقع اباف ذا هوريزونتال ايميجينري لاين اللي كان ماشي اكروس ذا كاردياك اند. اما البودي فهو البالك الكبير المين بالك ويقع بين الهوريزونتال ايميجينري لاين والفيرتيكال ايميجينري لاين اللي احنا حكينا عليهم من شويه. اما الجزء الثالث اللي هو البايلورس يقع تو ذا رايت سايد اوف ذا فيرتيكال ايميجينري لاين وهنتكلم عنه تفصيلا فيما بعد. للمعده اتنين بوردرز، كل بوردر بيسموه كيرفيتشر. فانا عندي ليسر كيرفيتشر اللي هو الرايت بوردر وجريتر كيرفيتشر اللي هو الليفت بوردر. بالنسبه للليسر كيرفيتشر مواصفاته كالتالي. اول حاجه
ان هو شورت ان لينس، اتنين قاعد على الرايت سايد، تلاتة ماسك فيه الليسر اومنتم اللي كان بيربط الاستومك بالليفر، اربعة ان اكروس هذا البوردر ماشي تو فيزلز، الليفت جاستريك من فوق والرايت جاستريك من تحت، واخيرا كان نهاية هذا البوردر هو نوتشد اريا، نوتشد بارت يقع عند اتصال الليسر كيرفيتشر مع البيلورس، واسمه انجيلر نوتش او انسيزيورا انجيولاريس. هذه هي كانت مواصفات الليسر كيرفيتشر اللي هو الرايت بوردر اوف ذا ستومك. اما عن مواصفات الجريتر كيرفيتشر اللي هو الليفت بوردر اوف ذا ستومك، مواصفاته كانت كالتالي: اولا it is a curved border، ثانيا it is longer than the lesser curvature، ثلاثة it lies at the left side، اربعة ان في two vessels ماشيين عليه من فوق left gastro epiploic ومن تحت right gastro epiploic، واخيرا ان هذا البوردر ماسك فيه ثلاثة ligaments او ثلاثة من الاومنتم بتاعت الاستومك. الجريتر اومنتم الكبير ماسك في اللور بارت بتاعه، في الابر موست بارت كانت الجاستروفرينيك ليجامنت، وفي الميدل بارت كانت ماسكه الجاسترو اسبلينيك ليجامنت. هذه هي كانت البوردرز والبارتس اوف ذا ستومك. تعالوا نشوف الاندز او الاوبننجز او الاورفيسز اوف ذا ستومك. المعده لها تو اورفيسز، اول اورفيس من فوق بيسموها الكاردياك اورفيس. احنا بنرسم الخطين الايميجنري لاين بتوعنا، الهوريزونتال ايميجنري لاين والفيرتيكال ايميجنري لاين. بالنسبه للهوريزونتال ايميجنري لاين كان يقع في مستوى تماما، كان يتقع الاول اون اول اند او اول اورفيس اللي اسمها الكاردياك اند، يحب يقولوا على برضو الكاردياك اورفيس. تقع هذه الاورفيس عند اتصال الاستومك مع الاوسوفيجاس، ومن عندها بيطلع الايميجنري لاين. طيب مواصفات هذه الاند، هذه الاند تقع ان كونتاكت مع الليفت لوب اوف ذا ليفر، لان الاستومك كلها ان كونتاكت مع الليفت لوب اوف ذا ليفر. اول حاجه. تاني حاجه ان هذه الاند، هذه الاورفيس كانت فيكسد نوت موفابل. تالت حاجه ان هذه السفنكتر لا تحتوي، هذه الاند لا تحتوي على ترو سفنكتر، يعني اناتوميكال ما فيهاش اناتوميكال سفنكتر. امال بتشتغل ازاي؟ فيها فيسيولوجيكال سفنكتر. الفيسيولوجيكال سفنكتر بتعتمد على ان هذه الاند مدفونه او مغموسه في احد الاوريجنز اوف ذا ديافرام اللي اسمه رايت كراس. اذا هي منغمسه في كتله عضليه من العضلات المكونه للديافرام اسمها رايت كراس اوف ذا ديافرام. هذه الكراس رايت كراس اوف ذا ديافرام اللي هي حته عضله محوطه الكاردياك اند بتعمل كفيسيولوجيكال سفنكتر. اذا الكاردياك اند ليست لها اناتوميكال سفنكتر بل لها فيسيولوجيكال سفنكتر، هي الرايت كراس اوف ذا ديافرام، احدى المناطق او احدى الاوريجينز او احد الاوريجينز اوف ذا ديافرام. بالنسبه للسيرفيس اناتومي، السيرفيس اناتومي يعني انا عايز احط صبعي على جلد الانتيريور ابدومينال وول واقول هنا تقع الكاردياك اند، انا عاوز اعمل عمليه في المكان ده. على السطح احددها ازاي؟ هنحددها بثلاث حاجات. ايه هي؟ اول حاجه تقع هذه الاند على بعد 2 سم تحت الزيفود بروسيس، 2 سم تو ذا ليفت اوف ميدل لاين، 10 سم من السيرفيس. يعني انا اجيب نقطه السيرفيس بتاع اللي هو الانتيور ابدومينال وول، يعني اجيب ابره طولها 10 سم واضع هذه الابره في الانتيريور ابدومينال وول في نقطه تقع 2 سم تحت الزيفود بروسيس و2 سم تو ذا ليفت اوف ميدل لاين، وادخلها في عمق الجلد ال10 سم، هتمس مين؟ هتوصل للكاردياك اند. اما بالنسبة للبيلوريك اند، البيلوريك اند او البيلوريك اوريفيس اللي كانت بتقع عند اتصال الاستومك بالديودينم،
هذه الأوريفيس كانت إن كونتاكت مع الليفر. طب ما فوق كانت إن كونتاكت مع الليفر، بس هنا كانت إن كونتاكت مع جزء من الليفر، لوب صغير اسمه كوادريت لوب. هذه الإند هي موفابل، هي متحركة، هي فري إند، إنما الكاردياك أوريفيس ما كانت فيكسد إند. وأخيرا إن هذه الأوريفيس أو هذه الإند لها ترو سفنكتر، يعني متحوطة من الجدار بتاعها من جوه، فيها سيركولار مصل بتعمل كترو سفنكتر. السيرفس أناتومي بتاعها 1 سنتي تو ذا رايت سايد اوف ميدل لاين حتى ترانس بايلوريك بلين، كان هو السيرفس أناتومي اوف ذا بايلوريك اند اوف ذا استومك. بالنسبة للبايلورس لها شوية كلام زيادة حبة، فعشان كده عملت لها سلايد لوحدها. هنشوف أجزاء البايلورس والبايلوريك سفنكتر تفصيلا أكتر. تتكون البايلورس من 3 أجزاء، 1 دايليتد كونيكال بارت اسمه بايلوريك أنترام، أنترام يعني كونيكال بارت. بعديه سيلندريكال تيوب بيسموها بايلوريك كانال. 3 البيلوريك اوريفيس او البيلوريك اند او البيلوريك سفنكتر. طب كيف نحدد البيلوريك سفنكتر؟ بثلاث حاجات. اول حاجة ان الجدار بتاعها سميك، انها لا سيكول. 2 ان في جروف على السطح من بره، الجروف ده دائري فبيسموه انيولار جروف او الجروف الدائري. 3 ان في فين ماشي بالعرض، هذا الفين الماشي بالعرض ناشئ توصيلة بين 2 فينز، هما الرايت جاسترو ابيبلويك فين والليفت جاسترو ابيبلويك فين. التو فينز دول بيتحدوا مع بعض بفين بيمشي على الانيولار جروف، يعني بيمشي على البايلوريك سفنكتر، وبيسموا الفين المشترك ده البري بايلوريك فين اوف مايو. هي دي الثلاث حاجات اللي بنحدد عن طريقها كلينيكال براكتيكالي، بنحدد مكان وجود البايلوريك سفنكتر. طيب نوصل للسيرفيسز اوف ذا ستومك. الاستومك لها 2 سيرفيسز، انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس اوف ذا ستومك ريليتد لثري ستراكشرز، ده ساجيتال سيكشن اكروس ذا ترانك موضح بيه الاستومك، وده الانتيريور سيرفيس انتيريور وسلايتلي ابورز، والبوستيريور بيبقى سلايتلي داون وورز. الانتيريور سيرفيس ريليتد لثري ستراكشرز، مين هما الثري ستراكشرز؟ 1 الانتيريور ابدومينال وول، 2 الديافرام الاندر سيرفيس اوف ديافرام، 3 الليفت لوب اوف ذا ليفر. هذه هي الثري ستراكشرز اللي ريليتد للانتيريور سيرفيس اوف ذا ستومك. اما عن البوستيريور سيرفيس اوف ذا ستومك هو عباره عن 8 ستراكشرز المعده نايمه عليهم، فبيسموه سرير المعده او الاستومك بيد. الاستومك بيت هي 8 ستراكشرز قاعده ورا الاستومك، يعني الاستومك نايمه عليها من الباك، يسموها الاستومك. ايه هم؟ اربعه من الاستراكشرز ديت قاعده في الميدل لاين، واربعه ذا ليفت سايد. مين الاربعه اللي قاعدين في الميدل لاين؟ رقم 1 الترانسفيرس كولون. الترانسفيرس كولون ده مش موجود لوحده، ده مغلف ومربوط بيفولد من البروتونيوم، خدناه قبل كده، اسمه ترانسفيرسي ميزوكولون، بيغلف الترانسفيرسي كولون ويرجع يثبته. يثبته في مين؟ ادي الترانسفيرس ميزوكولون، هيثبته في الانتيريور بوردر اوف ذا بنكرياس اهو. يبقى ناجد بعد كده الاورجان الثالث هو البنكرياس، يبقى انا عندي 1 ترانسفيرسي كولون، 2 ترانسفيرسي ميزوكولون اللي طالع منه يربطه في الانتيريور بوردر اوف بنكرياس، 3 ماشي على الابر بوردر اوف ذا بنكرياس، حاجه بتدلع ماشيه تورش وسكورس دلع، هو السبلينيك ارتري. ادي الاربعه ستراكشرز اللي موجودين في الميدل لاين. اما الاربعه ستراكشرز التانيين اللي موجودين في زلفت سايد، فكان اولهم هو السبلين، كل ده ورا الاستومك، الاستومك بيد، السبلين والليفت كدني والليفت سوبر رينال جلاند ريليتد للليفت كدني، واخيرا جزء من الديافرام هو الليفت كراس اوف ذا ديافرام، بتبقى سلايتلي محذوفه على الليفت سايد، لكن انا بعتها عشان ابينها، يعني هي موجوده وراهم من على الليفت سايد، لكن انا بعتها شويه عشان نقدر نميز مكان وجودها. الارتريز اللي بتغذي الاستومك، الاستومك بتاخد البلاد سبلاي بتاعها عن طريق ارتريز وفينز ومناظره للارتريز. الارتريز هم 5
وعددهم هم الليفت جاستريك ورايت جاستريك، دول ماشيين على الليسر كيرفتشر، ليفت جاسترو ابيبلويك ورايت جاسترو ابيبلويك ماشيين على الجريتر كيرفتشر، وشورت جاستريك طالعين على الابر بارت اوف ذا ليسر جريتر كيرفتشر بالقرب من الفاندس. الاب الروحي لهم هم شريان اسمه سيلياك ترانك. سيلياك ترانك ده عباره عن شريان صغير طالع من الابدومن الابورتا اللي متواجد في هذا المكان. السيلياك ترانك بيبتدي يديني واحد الليفت جاستريك يمشي على الليسر كيرفتشر ويغذي المنطقه من الاستومك اللي جنبه اللي هي منطقه مين؟ اللور اند بتاعه الاسوفيجاس والجزء من الانتيريور والبوستيريور سيرفيس اللي ريليتد لي. اتنين، كان السبلينيك ارتري ده بيطلع لي شريان اسمه شورت جاستريك ارترز. شورت جاستريك ارترز بتغذي منطقه الفندس والابر بارت اوف ذا جيتر كيرفتشر، لانه بيديني شريان اخر اسمه ليفت جاسترو ايبيبلويك بيغذي منطقه الاستومك من قدام ومن ورا اللي ريليتد للجريتر كيرفتشر في هذا المكان. يبقى ده عندي شورت جاستريك وادي ليفت جاسترو ايبيبلويك. طيب طالع مين كمان؟ من السيليا كان طالع ارتر اسمه هيباتيك، هو اللي بيديني الرايت جاستريك، والرايت جاستريك اتفرع ليه مجموعه شرايين، هذه الشرايين كانت بتغذي الجزء من الاستومك اللي ريدت لا يعني هتغذي منطقه ايه؟ منطقه البايلوراس ومنطقه الليسر كيرفتشر اوف ذا استومك. بعد كده هيطلع ايضا الرايت جاسترو ايبيبلويك من الهيباتيك اللي هو جاي من السيلياك، وهيروح يعمل انستموزس مع الليفت جاسترو ايبيبلويك على الجريتر كيرفتشر زي ما الرايت جاستريك عمل انستموزس مع الليفت جاستريك عند الليسر كيرفتشر. الرايت جاسترو ايبيبلويك هيروح يعمل انستموزس مع الليفت جاسترو ايبيبلويك وهيدي برانشز شرايين صغيره هتروح تغذي مين؟ هتغذي المنطقه من البودي اوف ذا ستومك والبايلوراس اللي ريليتد لها. هذه هي الخمسة ارترز اللي بتغذي الاستومك اللي هما رايت والليفت جاستريك، رايت والليفت جاسترو ايبيبلويك والشورت جاستريك ارتر. في منظر طبيعي ادي كانت الاستومك، وادي عندي من هنا ادي الليفت جاستريك ارتري، ومن الناحية التانية الرايت جاستريك ارتري، والاتنين دول كانوا ماشيين على مين؟ على الليسر كيرفتشر. من هنا الليفت جاسترو ايبيبلويك والرايت جاسترو ايبيبلويك والاثنين دول كانوا ماشيين على الجريتر كيرفتشر وعاملين انستموزس مع بعض، واخيرا بالقرب من الفندس هنجد مين؟ الشورت جاستريك ارترز بتغذي منطقه الفندس والابر بارت اوف ذا جريتر كيرفتشر. طيب المعده بتثبت في مكانها بمشابك، المشابك ديت كانت فولس من البروتونيوم بيسموها اومنتا جمع اومنتم. المعده لها ليجامنتس او اومنتا تثبتها في مكانها. الديافرام الاستومك، السبلين، ومن هنا كان عندي الليفر. الليسر كيرفتشر ممسوك بتاع الاستومك هو ويل فيرست بارت اوف ديودينم، كان ممسوك في الليفر بالليسر اومنتا، يبقى رقم واحد ده الليسر اومنتا. طيب اللي بقى الليسر اومنتا ده اول بروتونيال attachment او بروتونيال فولد ذات كونكتس ذا ستومك وذا ليفر، علشان كده يحبوا يسموه قوي جاسترو هيباتيك ليجامنت او جاسترو هيباتيك اومنتم اللي هو الليسر اومنتم. الاومنتم الثاني اللي هو الجريتر اومنتم ده البروتونيال فولد اللي جاي من اللور بارت اوف ذا جريتر كيرفتشر اوف ذا ستومك وعامل لوب على شكل حرف اليو وراجع ورا قدام الترانسفيرس كولون ومثبت الاستومك في الانتيريور بوردر والانتيريور سيرفيس اوف ذا بانكرياس. الاومنتم او الليجامنت اللي بعد كده اللي اسمها جاسترو سبلينيك ليجامنت اللي كانت ماسكه الابر بارت اوف ذا جريتر كيرفتشر ومثبتاه في الفرونت اوف ذا هايلم اوف ذا سبلين، لكن الفندس متعلق في الديافرام بالجاسترو فرينيك ليجامنت. هذه هي الاربع ليجامنتس او الاربع اومنتا اللي ماسكه الاستومك ومثبتاها في موقعها. في منظر اخر ادي كانت الاستومك وده الليفر بعد ما قطعنا منه حته، وادي الليسر اومنتم اوف ذا استومك، ومن تحت هنا جريتر كيرفتشر وده كان الجريتر اومنتم اوف ذا استومك.